شيخنا الحبيب، لنا أن نبدأ بتوضيح المصطلح، ماذا يعني قرب الله؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. لكن قبل أن أجيب عن هذا السؤال الطيب، هناك مقدمة متعلقة بعنوان هذا اللقاء الطيب. هناك آيات كثيرة تزيد عن 10. يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير. العشر آيات أو أكثر، السؤال وبين السؤال والجواب كلمة قل، إلا هذه الآية الوحيدة، وإذا سألك عبادي عني ما في فقل فإني قريب. إلغاء كلمة قل في هذه الآية الفريدة في القرآن الكريم يعني ليس بين العبد وربه حجاب، ليس بين العبد وربه حاجز، ليس بين العبد وربه وسيط بالمعنى المطلق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قريب منهم، استمع إلى دعائهم، أعلم بحالهم، أعلم حالهم. إذا تكلم يسمع، وإن صمت يعلم، وإن غاب عنه الشيئان يعلم ما يصلح له. فعلم الله مطلق. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، من لوازم هذا القرب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. والإنسان قد يدعو بلسانه وقد يطلب من دون لسان بقلبه، وكلا الحالين عند الله حق محقق. وإذا سألك عبادي عني، والحقيقة أن الدعاء هو العبادة، والدعاء مخ العبادة، والدعاء أصل العبادة. لأنه كائن، الإنسان كائن حادث ليس قديما، خائف، إن الإنسان خلق هلوعا، حريص على سلامته وسعادته واستمراره، في عنده متطلبات لا تعد ولا تحصى. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة، الدعاء أصل العبادة. ومن لا يدعني أغضب عليه. إن الله يحب من عبده أن يسأله شسع نعله إذا انقطع. إن الله يحب أن يسأله عبده حاجته كلها. فهو ممكن أن تضغط العبادة كلها بالدعاء، ممكن. كائن حادث لا ليس قديما، الله عز وجل قديم، كائن حادث في الأصل خائف، وخلق الإنسان ضعيفا، خلق ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره، ولو خلق قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. خلق الإنسان ضعيفا، خلق الإنسان من عجل، فخصائص الإنسان السلبية لصالحه، خصائص الإنسان السلبية لصالحه. لو خلق قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه، خلق ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره. سبحان الله. أما قرب الروح سيدي، يعني في عنا شيء فيزيائي، قرب الروح. نعم. الإنسان عقل يدرك. من هو الإنسان؟ عقل يدرك، وقلب يحب، وجسم يتحرك. غذاء العقل العلم. نعم. وغذاء القلب الحب الذي يسمو بك، وغذاء الجسم الطعام والشراب. فإن غذى الإنسان عقله بالعلم، وغذى قلبه بالحب، وغذى جسمه بطعام وشراب، اشتري بمال حلال. يا معاذ أطب مطعمك، يعني يكون في لحم زايد، لا لا، يكون من مال حلال. يا معاذ أطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. فالإنسان عقل يدرك، وقلب يحب، جسم يتحرك. ومرة ثانية،
غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. فإذا غذى عقله بالعلم وقلبه في الحب وجسمه بطعام حلال تفوق، وإن فقد إحداها تطرف. والتطرف نوعان: تطرف تفلتي إباحية، تطرف تشددي التكفير ثم التفجير. نعم، الله يفتح لكم. طيب شيخنا الحبيب، يعني ربطتم الأمر وحديثنا عن القرب بين العبد وبين خالقه سبحانه وتعالى كثيرا بملف الدعاء، وهو أصلا نعم. مربوط في الآية الكريمة: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. هل قرب الله هو لزام أن يكون الإنسان يدعو الله؟ يعني من علامة القرب أن يكثر من الدعاء؟ ما الرابط بين العبادة الدعاء وبين قرب الإنسان من الله دكتور؟ والله هو الدعاء يعني القرب، والقرب يعني الدعاء. كالطفل، أي مشكلة ماما يخاطب أمه. نعم، ملاذ الوحيد. أما المؤمن، الله وحده ملاذ المؤمن، يخاف منه ويرجو رحمته ويخشى عذابه ويعمل له. ابن آدم، اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. يعني عند الله عز وجل كن فيكون. تسأل القوي الرحيم الحنان المنان العلام علام الغيوب، تسأل علم ما كان وما يكون وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف كان يكون. الذات الإلهية خلقت السماوات والأرض، الذات الكاملة، أصل الجمال والكمال والنوال، صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى. يعني عفوا، في بشركة عملاقة 500,000 موظف، إذا كان دخلت إلى صاحب الشركة كل شيء بيده، المال بيده، المناصب بيده، كل شيء بيده للتقريب. أنت إذا عرفت الله عرفت كل شيء، وإن فاتتك هذه المعرفة فاتك كل شيء. ابن آدم، اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. الله يفتح لك يا دكتور، الله يفتح لكم. طيب شيخنا الحبيب، حينما نتحدث ونقول عن قرب العبد بالخالق سبحانه وتعالى، هل معنى القرب أن الإنسان مستقيم ففتح الله له وأذن له بباب القرب منه، ولا معناها إنسان منكسر الجناح فهو قريب من ربنا، ولا إنسان من هو القريب دكتور؟ أي إنسان مؤمن بوجود الله قريب من الله. أما الملحد مشكلته كبيرة جدا. تعليق سريع: هناك من يأتي بسكين يطعن بها نفسه، هذا مات منتحرا، واضحة؟ نعم. هناك من يصر على معاصيه كلها ولا يتوب منها، وغادر الدنيا وهو على معصية ومعاص مصر عليها، هذا نحر نفسه. أما الملحد نحر عقله. نعم. بين أن ينحر الإنسان جسمه بمدية، أو أن ينحر نفسه بمعصية كبيرة مات عليها مصرا. نعم. أو أن ينحر عقله بالإلحاد. طيب لماذا دكتور حينما ينكسر الإنسان أحيانا في الحياة أو يشعر بالضعف يشعر أنه يعني أقرب إلى الله سبحانه وتعالى؟ ما الرابط بين ضعف الإنسان وبين قربه من الله؟ وجل خلق الإنسان ضعيفا. نعم. لأنه ضعيف يفتقر إلى الله. نعم. ولو خلقه قويا لاستغنى عن الله بقوته، فشقي باستغنائه. خلق ضعيفا ليفتقر في ضعفه فيسعد بافتقاره، ولو خلق قويا لاستغنى بقوته فشقي باستغنائه. القصة من الأخير. يعني أكبر معين على الإيمان والاستقامة الضعف. يعني انسأل الآن، يعني إنسان دخله كبير وعنده بيت وزوجة وأولاد ومكانة اجتماعية، يعني مثلا، وبيت بالعاصمة وبيت بالجبل وبيت على البحر ونزهات وولائم ولقاءات، جلطة خسرت دم تتجمد في دماغه
ينتهي حياته. الإنسان على غلطة، على نقطة دم لا ترى بالعين تتجمد في عرق من عروق الدماغ، خثرة في الدماغ، جلطة في القلب، فشل كلوي، في شيء 50-60 مرض بهدوا الجبال، والإنسان معرض لأي مرض في أي ثانية. إذا كنت مع الله كان الله معك. أي الفريقين أحق بالأمن؟ ما الأمن؟ السلام غير الأمن. قد تعيش عمر مديد ما صار معك ولا مشكلة، لا اجتماعية ولا نفسية ولا جسمية ولا مرض، هي سلامة. أما الأمن عدم توقع السلبيات. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. لهم الأمن صياغة دقيقة جدا. لو أن الآية فرضا أولئك الأمن لهم ولغيرهم، أولئك لهم الأمن قصر وحصر. يعني نحن بالصلاة لو قلنا نعبد إياك صلاة باطلة، ما لغيت شيء من الفاتحة، بس الترتيب، نعبد إياك، نعبد إياك لا تمنع أن نعبد غيرك، إياك نعبد فيها قصر وحصر. فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم. ظلم أنواع، قد تظلم نفسك تبعدها عن الله، قد تظلم زوجتك، أولادك، بناتك، أصهارك، أعمامك، كنائنك، قد تظلم الموظفين عندك. كنت مرة بمحل تجاري، يعني عنده صانع صغير الجسم، أهله فقراء، والده متوفى، يعني حملوا أول توب والثاني والثالث، قال له ما عاد اتحمل، قال له أنت شاب، زجره، أعطاه 5 تواب، والله أنا واقف، حمل ابنه توب واحد، قال له وعى ظهرك بابا. لا حول ولا قوة إلا بالله. إنسان حقير هذا، حقير. نعم. فلذلك الدين بيقوم السلوك. طيب شيخنا. شاعي. نعم. أحيانا الإنسان قد ينكسر في هذه الحياة، قد يشعر بضيق، بفقر، بمرض، لكن هذا يبعده عن الله تبارك وتعالى. ما نقطة التحول التي على الإنسان أن يلتفت لها حتى يحول من هذه المحنة التي يعيشها من الضيق، من الفقر، من المرض، إلى بوابة قرب إلى الله، وليس لا قدر الله بوابة غضب أو إلحاد أو ابتعاد عن الله تبارك وتعالى؟ ماذا يفعل الإنسان إذا كان مؤمن ويقرأ القرآن؟ يقول الله عز وجل: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. نعم. يعني مستحيل، وألف مستحيل أن تعذب بلا سبب. ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. اعتقد يقينا من خلال كتاب الله، وهذه الآية أدق آية، ما يفعل الله بعذابكم، يعني بتعذيبكم، إن شكرتم وآمنتم. معنى ذلك أنه أنت مهمتك الأولى أن تعرف الله. ونعم بالله، لك إله عظيم، تواب رحيم، أسماء حسنى، صفات علا، أصل الجمال والكمال والنوال، خلقك ليسعدك فقط. نعم. كل كلام آخر اركله بقدمك. الله يفتح لكم يا دكتور. إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. فإذا كان ساق لك مشكلة إلى سبب، يعني ما نزل بلاء إلا بذنب، ولا يرفع إلا بتوبة. الله يفتح لكم يا دكتور. طيب شيخنا، لكل شيء موجبات، ما هي موجبات القرب من الله سبحانه وتعالى؟ ماذا يفعل الإنسان ليحقق القرب؟ ونتمنى أن نستمع لجواب شافي ووافي من فضيلتكم، لكن نستأذنكم شيخنا بعد الفاصل حتى نكون إن شاء الله في فسحة من الوقت ونجيب على هذا السؤال الكبير بكل الوقت. شيخنا الحبيب، قبل الفاصل سأل فضيلتكم عن موجبات القرب، ما الذي يمكن للإنسان أن يصنعه ليتحقق فيه كرم الله سبحانه وتعالى وينال مرتبة القرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ما دام الإنسان مقيم على معصية، مخالفة، هذه المعصية
تنشئ حاجزا بين العبد وربه، فلا بد من استقامة. الاستقامة واسعة جدا، الدخل، الانفاق، العلاقات، تمضية أوقات الفراغ، النزوهات، الحفلات، اللقاءات، النشاط الواسع، هذا ينبغي أن يكون وفق منهج الله. والله عز وجل ما حرم علينا شيئا ينفعنا. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة. يعني الكلمة الدقيقة، ما من شهوة أودعت في الإنسان إلا جعل الله لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. يعني بالإسلام حرمان ما في إطلاقا. ما من شهوة أودعت في الإنسان إلا جعل الله لها قناة نظيفة طاهرة تسري خلالها. نعم. الإنسان يحتاج إلى أن يأكل، كم نوع من الطعام حلال والمحرمات، بنود تعد على أصابع اليد، لحم الخنزير، الخمر. أما أنواع منوعة من الطعام، أنواع منوعة من الشرابات، المرأة في زواج يعني ما في شهوة قطعا أودعت في الإنسان إلا جعل الله لها قناة نظيفة طاهرة عالية. يعني مثلا لي جار في الشام، يعني قال لي أنا عندي 67 حفيد ما شاء الله، كلهم من حفاظ كتاب الله وأطباء أكثرهم. أنا خرجت من عنده فكرت أنه تمت علاقة بيولوجية بين ذكر وأنثى، أنجب أولاد، جاءوا له بالكنائن، أنجب بنات جاءوا له بالأصهار، أنجب أحفاد 67 حفيد. هذا المشروع الإلهي مشروع يرقى بالإنسان. العلاقات الزوجية رائعة جدا، علاقات متنامية. العلاقات المحرمة والعياذ بالله مؤلمة جدا. ما من شهوة أودعت في الإنسان إلا جعل الله لها قناة نظيفة طاهرة. هذا منهج خالق الأكوان، منهج رب العالمين، منهج خالقنا، مربينا، مسيرنا. فلذلك الطاعة فيها كل شيء. الله يفتح لكم يا دكتور. معصية فيها كل شيء يشقي الإنسان والعياذ بالله. طيب شيخنا الحبيب، ماذا تنصح مستمعينا كنقاط عملية، كخطوات يمكن للإنسان أن يصنعها؟ يعني ذكرتم قبل قليل بأن المعصية تحجبه عن قرب الله، فالآن استقامة الإنسان وابتعاده عن المعصية والتوبة منها، يمكن أن أقول هذه النصيحة الأولى حتى ينال الإنسان مرتبة القرب. ماذا أيضا تنصحنا دكتور لنفعل لننال هذه المرتبة نحن وإياكم إن شاء الله؟ أنا أمامي طاولة. نعم. هي جماد أخي الكريم، جماد إلى وزن، حجم، طول، عرض، ارتفاع. أما النبات يزيد على الجماد بالنمو. نعم. أما الحيوان يزيد عليهما بالحركة. أما الإنسان أودع الله فيه قوة إدراكية، العقل. هذه القوة الإدراكية ما لم تلبى بطلب العلم، الإنسان هبط عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. ولنستمع معا إلى كلام الله، أموات غير أحياء، الذين شردوا عن الله أموات. يا أخي بس نبضه 80 مثالي، ضغطه 8-12 عند الله ميت، ما عرف سر وجوده ولا غاية وجوده ولا أمن بالآخرة، ميت. أموات غير أحياء. مثل آخر، كأنهم خشب مسندة، خشبة. ثالث، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. الرابع، أقصى واحد، كمثل الحمار يحمل أسفاره. فأنت خلقت لمعرفة الله والدليل، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم ليدخلهم في جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. والله الذي لا إله إلا هو، إن لم يقل إنسان بأدنى مستوى معيشي لكنه مؤمن، ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا يكون أتقى مني، في عنده إشكال بإيمانه.
خلقنا ليرحمنا ليسعدنا، لكن جعل السعادة المطلقة في الجنة، وجعل الدنيا مدرسة لدفع ثمن الجنة. نحن الآن في دار الدنيا، اسمها دنيا مو عليا، دنيا. وبعدين العمر محدود، والإنسان بلمحة يصير خبر، كان شخص ملء السمع والبصر صار خبر، وسيشيع مساء من داره إلى مقبرة كذا. سبحان الله، هذا الموت بيقدر إنسان ينكره؟ الموت طيب. ينهي كل شيء. طيب شيخنا الحبيب، نعم سيدي، نعم، في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى في الحديث القدسي: إذا تقرب العبد إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. نحن نحتاج الله سبحانه وتعالى، فلماذا إذا ما تقربنا شيئا يسيرا تقرب الله سبحانه وتعالى منا أكثر من ذلك وهو الغني عنا؟ أخي الكريم، لو يعلم المعرضون انتظاري لهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لتقطعت أوصالهم من حبي ولماتوا شوقا إلي. هذه إرادتي في المعرضين، فكيف بالمقبلين؟ هو رحمن رحيم، خلقنا لجنة عرضها السماوات والأرض، بعث بنا إلى الدنيا كي ندفع ثمن الجنة. نحن في دار دنيا مؤقتة، الموت ينهي كل شيء، ينهي قوة القوي وضعف الضعيف ووسامة الوسيم ودمامة الدميم، ينهي كل شيء. الدنيا ندفع بها ثمن الجنة، وثمن الجنة كلمتان: استقامة ترك المعاصي وعمل صالح. بس الذين آمنوا وعملوا الصالحات، فأنت متاح لك أن تصل لجنة إلى أبد الآبدين. الأبد ما معنى أبد؟ بس للتقريب، واحد بالأرض وأصفار للشمس، 156 مليون كيلومتر. مو كل كيلومتر صفر، مو كل ألف متر، كل ميلي صفر. هذا الرقم إذا نسب للانهاية صفر، أكبر رقم تتخيله. نعم. واحد بالأرض وصفار للشمس. نعم. لا يساوي شيء أمام اللانهاية. نعم. نحن خلقنا للأبد، خالدين فيها أبدا. معقول نضيع هالسعادة الأبدية متنامية بكم سنة، كلها متاعب وكلها شقاء وكلها قلق وكلها مثل ما شايف. نعم. طيب شيخنا الحبيب، من سار على درب الله سبحانه وتعالى واستقام وجنب نفسه المعاصي وتاب إن وقع فيها، فبدأ يشعر بشيء من القرب بينه وبين الله. هل لهذا أثر في الدنيا مثلا، له علاقة بالرزق، بتيسير الأمور؟ أكبر، شوف لي، أكبر عطاء إلهي في الدنيا التوفيق، وما توفيقي إلا بالله. نعم. يوفق في زواجه، في عمله، في أولاده، في بناته، في أصهاره، في كنائنه. وما توفيقي إلا بالله، أي وحيدة، أي وحدة، أي أكبر ثمرة. الثاني الحفظ، أنت محفوظ. الله، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. في لك أعداء ما بتعرفون، إذا الله عز وجل تولى حفظك شو قولك؟ الله بيدافع عنك. السكينة، شو السكينة؟ تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. في أنا عندي مئات القصص عن أناس بلغوا الذروة في الغناء انتحروا. لما انتحروا؟ نعم. ما عرفوا الله عز وجل. نعم. إن هو الإنسان مصمم ليعرف الله، فهو مصمم بنفس لا نهائية. أي شيء لما بتشتري صار عادي. ما عندك كان سيارة، أول أسبوعين ما بتنام عم سوق السيارة. نعم. بعد فترة أصبحت عادية. صحيح. قبل الزواج صار الزواج عادي، قبل منصب رفيع منصب عادي صار. ما سمح للدنيا أن تمد الإنسان بسعادة مستمرة بل متناقصة، أما الآخرة سعادة متنامية. فالبطولة والذكاء والنجاح والفلاح أن تعرف الله. نعم. ابن آدم، اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء.
إني والإنس والجن في نبأ عظيم، أخلق ويعبد غيري، وأرزق ويشكر سواي، خيري إلى العباد نازل، خيري نازل وشرهم إلي صاعد، أتحبب إليهم بنعمي وأنا الغني عنهم، ويتبغضون إلي بالمعاصي وهم أفقر شيء إلي، من أقبل علي منهم تلقيته من بعيد، ومن أعرض عني منهم نذيته من قريب، أهل ذكري أهل مودتي، أهل شكري أهل زيادتي، أهل معصيتي لا أقنطهم من رحمتي، إن تابوا فأنا حبيبهم، وإن لم يتوبوا فأنا طبيبهم. الله يفتح عليكم يا دكتور. الدخول أن نعرف الله سيدي. ونعم عبد الرحمن. سنستأذنكم من جديد شيخنا الحبيب مستمعينا إلى فاصل قصير، ثم نعود بحوله تعالى لمواصلة حلقتنا وعنوانها جنات القرى. شيخنا الحبيب، قبل الفاصل كان حديثنا مع فضيلتكم عن موجبات القرب من الله سبحانه وتعالى وماذا للإنسان أن يفعل. الآن دكتور نريد أن نتحدث عن أكثر ما يهلك هذه العلاقة بين العبد وربه، علاقة القرب، فهي للأسف أحيانا لا تدوم. يشعر الإنسان بلحظة من القرب، يشعر فيها بتجلي العبادة، يشعر فيها بلذة وحلاوة الإيمان عند القرآن عند القيام، لكن في لحظة من اللحظات ما تنفك هذه العقدة ولا يبقى الحال على حاله. دكتور، ما الذي يجعل قرب الإنسان بربه ينهار في لحظة من اللحظات دكتورنا الكريم؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم، العمل الصالح أداة فعالة في القرب من الله. أنت إذا أردت القرب، الإقبال على الله، أن تشعر بأنك قريب من الله، تستمد من أنواره، من توفيقه، من محبته، لا بد من طاعته. لذلك ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. يعني طفل صغير جاء العيد وأخذ من أقربائه مبالغ بالنسبة له شيء عظيم، قال لك أنا معي مبلغ عظيم، يعني 100 دينار معه مثلا. لكن لو أنه مسؤول كبير بالبنتاغون قال أعددنا لهذه الحرب مبلغا عظيما 200 مليار، فإذا قال الله عز وجل وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لذلك أعظم شيء بالحياة أن تعرف الله. ابن آدم اطلبني تجدني، فإذا وجدتني وجدت كل شيء، وإن فتك فاتك كل شيء، وأنا أحب إليك من كل شيء. فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا، خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا. فما حبنا سهل، أنت تتقرب من الذات الإلهية، من أصل الجمال والكمال والنوال، من صاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى. الدين شيء كبير جدا، وأنت خلقت لتعرف الله. إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم، خلقهم ليرحمهم، ليسعدهم في جنتين، جنة في الدنيا هي جنة القرب، وجنة في الآخرة جنة الخلد. نضيع هذا من أجل أشياء تافهة تشغلنا. طيب. وما من شهوة أودعت فينا إلا جعل الله لها قناة نظيبة طاهرة. نعم. إذن جنة الدنيا دكتور هي جنة القرب من الله سبحانه وتعالى. طبعا القرب من الله من ذاق عرف. نعم. أنت بالصلاة الصحيحة يلي سبق استقامة وعمل صالح تتصل بأصل الجمال في الكون. نعم. أصل الجمال والكمال والنوال. نعم. بالذات الإلهية، بصاحب الأسماء الحسنى والصفات العلى. يعني واحد أيام بيكون له صورة مع شخص مهم بيختل توازنه فيها، بشوف أنا معه مين مصور. طيب شيخنا الحبيب، أحيانا يسعى الإنسان للاستقامة، يسير على درب الله، يصلي يصوم، لكن بلا روح، بلا حلاوة الإيمان، كيف له أن يحقق القرب هذا؟ الجواب دقيق جدا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. نعم. الإنسان المؤمن بحاجة إلى حاضنة إيمانية، بحاجة إلى أن يسهر مع مؤمنين، أن يتنزه مع مؤمنين، أن يصاحب مؤمنين. اتقوا الله،
كأن الآية تقول والوسيلة وكونوا مع الصادقين. آية ثانية واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا. أنا أقول بكل وضوح وصراحة المؤمن بحاجة إلى حاضنة إيمانية، أما أنه يسهر مع ناس متفلتين لا يصلون يقترفون المعاصي جهارا ونهارا ما بتقدر. صاحب ساحب، في عنا لعبة اسمها شد الحبل كتير حلوة، جلست مع أناس كائنا من كانوا، سهرة لقاء نزهة سيران، إذا استطاعوا أن يجروك إلى المعصية أو إلى التفلت أو إلى أهمال الصلاة ابتعد عنه بنعومة، أما إذا أمكنك أن تشد من حولك إلى الصلاة إلى طاعة الله إلى الانضباط ابقى معهم، إن شدوك إليهم انسحب بنعومة، وإن استطعت أن تشدهم إليك ابقى معهم. هي لعبة اسمها شد الحبل، إما أن تشدهم إليك ابقى معهم أو إن شدوك إليهم ابتعد عنهم بس بنعومة. ما أحب أن الأعمال العنيفة، يعني في عنا خط قائم هذا عنيف، في خط مائل اقترب منهم بخط مائل صعودا وابتعد عنهم بخط مائل هبوطا وهكذا. الله يفتح عليكم يا دكتور. وصلنا إلى نهاية الوقت، نختم حلقتنا بالدعاء ونسأل الله القبول. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا، واجعل الحياة زادا لنا من كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. مولانا رب العالمين، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك. اللهم لا تؤمنا مكرك، ولا تهتك عنا سترك، ولا تنسنا ذكرك. أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا، اجعل بلاد المسلمين آمنة مطمئنة، واحقن دماء المسلمين في كل مكان. والحمد لله رب العالمين. الفاتح.